مرحبا. شو لوين باب؟ رايحة أنا وهبة. طولة؟ إنه شي ساعة 9 هيك شي. وين ماما وائل؟ ما انظهرت من الصبح، وائل قال لي ماشي بعد شوي. نورا، أنت حياة قلبي. ما في لزوم أقول لك إنه أنا ما بقبل إنك تعيشي مع حدا ما بتحبيه. بعرف. بس كمان ما بدي إياك تضلي طول النهار تتخانقي أنت وأمك. هي باب، هي مفوكسة على موضوع واحد مش عم تحكي غير فيه، الزواج، ويا ريت بس الزواج من رجال غني ومن أهم عيال لبنان. ما بدي. ما حدا رح يجبرك على شيء، خلص. أنت بتوثقي ببابيتو ولا لا؟ موت فيك بابا، موت فيك. يلا قومي فلي، قومي فلي قبل ما تبلش تنزل دمعتك وتشط الماسكرا. بحبك. حياتي. باي. باي. أنا كمان باي. شو بك راكد؟ الله يساعدني على هيدا. بعتك علي؟ شو يا حلو؟ شكلك نسيت شو كان لازم تعمل اليوم. شو مفروض اعمل؟ شو قال لك الرئيس ايهاب؟ شو كان لازم تعمل اليوم الصبح؟ والله ما معي مصاري، والله ما معي مصاري، جربت امنهم ما فيي. بس اعطيني وقت لبكره. يا شو اعطوا تمليون اليوم؟ بس انه يا ايهاب يعطيني نهار واحد بس بامن له المصاري. قال لك بعتنا الرئيس ايهاب تنفاوض نحن وياك، جايين نعطيك هديه بس. كيف؟ اسمع، رح ضلي على الشباك؟ مشغول بالي عوائل، ما حكينا اليوم. ونورا كمان. نورا أصلاً ما بتحكيني لما تكون برات البيت. وائل مبلا. إنه شي مطربق على قلبي من ورا قصة ريان. حياتي ليه عم تحكي هيك؟ فكري لحظة إنه هالبنت رح تكون مبسوطة أكتر. بعدين لشو العجلة على الجازي؟ خليها تعيش حياتها. لو بتعرف قديه هالعرس كان مهم بالنسبة لإلنا. إلنا؟ ليش نحن شو خاصنا؟ أنا حياة بنتي أهم شيء. سعادة بنتها كانت راح تكون مع ريان. أخ، كان طلع العرس مطنطن، كانوا حكوا فيه بالأخبار. أسمع، وينك يا وائل؟ شو صار لك طفاء؟ بابا شو صار لك؟ حبيبي رد علي، وائل رد علي. إليس جيبي مي بسرعة. إليس لا
دخيلك يا ماما رد علي. لك يا عادل. روي علاء اسمع روي علاء مش شايفتيه مش قادر يحكي الصبي. لك يا عيالي اسمع ستي. يا حبيبي.